السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا يا موتور يسموه انرجي، موجود في الكليو وموجود في الرزناف، يعني موجود في الرينو 19 وموجود في الكليو. هذا بالذات المحرك هذايا متاع رينو 19، كيفاش نعرفوه متاع رينو 19؟ وهو هذايا 1.4 1.4، بنعرفوه بالكرباتير دوبل، يعني تلقاه دوبل كور كرباتير فتحتين. هذايا يسمى متاع انرجي R19 رينو 19. هذايا مش كيما اللي في كليو، اللي في كليو اضعف من هذا، اللي في كليو 4 4 شيفو وهذا 6 شيفو. علاش؟ لان الرينو 19 ارزن. هذا يسموه 1.4 والاخر واحد يسموه اظني 1.2 او 1.1، هذاك مش كيف كيف. هذا نتاع R19 دوريجين، هذا رينو 19 دوريجين. نعطيكم فكره على الحساسات نتاعو موجودين فيه، هو رغم اللي ما فيش حساسات برشا كيما الكراهب الحديثة. عندنا هذه الكرباتير نتاعو دوبل كور، عندنا هنا هذه مضخة البنزينة، شفتوا هذه مضخة البنزينة فيها تي، هذه نتاع الرتور اللي هو يرجع للبنزينة، هذا الفلتر نتاع البنزينة، تحت منه الكولكتور نتاع الادميسيون، هذا يخرج من هنا الهواء يمشي للسيرفو. هنا هذايا الماء يدور في كولكتير باش يسخن ليسونس من لوطا، يسخن البنزينة من لوطا. عندنا هنا هذا الدينامو مولد الكهرباء الالترناتير. عندنا هنا هذايا الديمرور اللي هو الستارتر او الموتورينو او المشغل المارش. عندنا هذايا الكابتير اللي هو الحساس نتاع قياس الزيت، هذا وقت يخرجوا في النوفو خرجوا فيهم حساس نتاع قياس الزيت اللي يقول لك الزيت اوكي. عندنا هذايا مكان كابل الكونتور، هذه ما فيهاش حساس كونتور، هذه فيها كابل، كي تشوفوا البلاستيك هذه نلقوها هكا، هذايا مكان كابل ماهوش حساس نتاع كونتور. عندنا من هنا الدايكو اللي هو موزع كهرباء ماهوش دايكو. نجيو هنا نقول الترموستات جي في المكان هذا، حساس الحرارة حداها، الترموستات جي في المكان هذا حساس الحرارة حداها. هذا يكون موزع كهرباء. نجو منه هذه علبة السرعة، هذه علبة السرعة، هذه السيبور حامل البوات، سيبور متاع البوات. هذه الريفرنس متاع البوات اللي كان الواحد يحب يشري بوات متاع الموتور، هذه ريفيرونس نتاعها مكتوب عليها. هذيك نعرفوها رقم علبة السرعة. هذه الفرشات نتاع لومبرياج هنا، هذوما الديريتات نتاع الماء، هذه حساس نتاع الزيت، طبعا خروج الدخان هنا، هذا الشاكمو تيب شاكمو، هذا مقياس الزيت، هذوما الشمعات الأربعة، أنا 4 سلندر هو، باش نعرفوه 4 سلندر هو بالشمعات زي ما قلت لكم. إذا كان لقيت شمعتين معناتها 2 سلندر، لقيت 3 سلندر، لقيت 4 معناتها 4 سلندر. عندنا هذايا الكولكتير نتاع الشاكمو، عندنا هنا الفلتر نتاع الزيت، عندنا لوطا هذايا خزان الزيت اللي هو الكارتير. نجيو هنا من الأمام، عندنا هذايا تحت منها الكاتينة، تحت منها شان ديستريبيسيون، وفيها هنا المولد نتاع الكهرباء. عندنا هذايا هنا بلف التبخير، هذايا رين فلير يسموه، يمشي حتى للفلتر. وعندنا هنا هذايا كيف رين فلير اخر صغير يمشي تحت الكولكتير باش يسحب شويه من الهواء اللي موجود في المحرك، عاملين له حتى فالف باش ما يرجعش. طبعا هذا يقودوا بالكرباتير، هذا الاكسيلاتير، وهذا الستارتر، هذا الاكسيلاتير وهذا الستارتر.
عندنا هذا خزان تاع الهواء نتاعو باش السرتير ما يقولش باش ما يقولش مسكر باش ما يخنقش الموتو. طبعا دخول وخروج مضخة البنزين. هذه عندنا كيما قلنا علبة السرعة. هنا هذه حساس علبة السرعة اللي هو حساس المرشة الخلفية أو المرشارير، هذه يشعل ضوء المرشارير. هنا السانكيام اللي هي الخامسة اللي هي الفيتاس سانكيام اللي هو الغيار الخامس، آخر غيار في علبة السرعة في الأخير. في الأخير يجي ديما في الأخير. هذا مكان الكاردون، هذا كاردون، من هذا كاردون، في اثنين كاردون، واحد يمين واحد يسار، هذاك اليسار وهذا اليمين. هذا السيبور اللي هو اللوطاني، يسموه السيبور نتاع الموتور اللوطاني، اللي هو منظره كيما كعبة البيال. هذه كل المكونات نتاع المحرك هذا اللي هو رينو انرجي، كما قلت لكم موجود في بعض السيارات، موجود في بعض السيارات رينو. هذا كل يعني الأغلبية فيهم المحرك هذا انرجي، ومعروف المحرك هذا ونجح يعني مشى مدة لبس بها. باش نركبوه للسيارة هذه رينو 19، هذه رينو 19 هو يعني المحرك هذاك تقدر ترجع الكربيتر هذايا العادي اللي هو كور واحدة في مكان هذاك اللي بكل الكثير نتاعو، أو ترجع تخلي هذاك دوبل كور، لأن هذه فيها غاز ينجم يخلي لها دوبل كور، ولا يحب كيما يحب هو، لأن يعني هو المحرك هذايا يمشي كيما قلت لكم كليو، ويمشي 19. احنا باش نركبوه مكان المحرك هذا، ان شاء الله تنفعكم حركة كيما هيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.